الخاصة بالفرحة الكبيرة التي منحنا إياها المنتخب الوطني الجزائري. كنا نتحدث عن حسرة إيتو، هذه الصورة بعد تسجيل المنتخب الوطني لهدفه الأول عن طريق إسلام سليماني. إيتو كان عابس الوجه حائرا في مدرجات ملعب جابوما، وهو الذي كان وراء اختيار هذا الملعب. صورة بألف معنى. هو احنا كنا تكلمنا محمد، ايطو عمل كل شيء باش يغير المدرب، وقلنا باللي سلاح ذو حدين، يكون يقدر يكون حافز ايجابي ويكون سلبي. ولكن كان قال تصريح اخر عجبني محمد تاع ريغو بارسونغ، قال لك المنتخب الجزائري ما جاش يلعب كره القدم، جاء قعد بسبعه مدافعين من اللور وقعد داول المقابله اللي دارها، يعني حب نحلوا اللعب ويماركيو علينا ونخسروه خلاص. المنتخب الجزائري هذا جوابه سهل، المنتخب الجزائري يلعب كرة القدم، ولكن يلعب كرة القدم لما تتوفر ظروف لعب مباراة في كرة القدم، تلعب في رطوبة عالية جدا، تحت درجة حرارة عالية جدا، تلعب في ملعب أرضيته صعبة. ولو أنه اليوم ما كانش كما كأس أمم إفريقيا الماضية، لما تتوفر ظروف بدون شك المنتخب الجزائري يلعب كرة القدم، وستشاهد المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله في ملعب البوليدة. مباراة العودة ستكون مختلفة، حذاري من هذه المباراة، قطعنا شوطا ونصف، قطعنا خطوة كبيرة، نحن نقترب كثيرا من قطر، ولكن الحذر واجب وواجب وواجب. شوف محمد، اليوم شفنا المستوى تاع المنتخب الكاميروني، نظن بلي عدينا خطوة كبيرة للمونديال افيك تو مي ريسبي الفريق الكاميروني نحترموه، ولكن كي تشوف المستوى تاع الفريق الكاميروني نظن باللي لا خوف على المنتخب الوطني في ملعب تشاكار، ملعب راح يكون زربيه، اللاعبين تاعنا اعطيهم الملعب محمد وتشوف واش يصنعوا لك المعجزات. عندنا لاعبين تقنيين قادرين، ولكن فوز 1-0 في 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 الكاميرون هذا تحفيز كبير من الناحيه البسيكولوجيه اكثر. نظن باللي ما مقابله ماشي سهله، هذه نعرفوها، ريسبكت ادفيرسير، نحترموا المنافس، باسكو في هذا في هذا في هذه الظروف هذه كاس العالم عندك باقي لك 90 دقيقه تكون في في المونديال ان شاء الله. نعم في قطر. نعم، فوز الرجال اليوم يا عمار امام حكم ادار المباراه بخبث كروي كبير، صحيح لم يمنحهم اشياء خياليه ولكنه كان خبيث كرويا في إدارة المباراة، كان يحاول دائما أن يكسر رتم المنتخب الوطني الجزائري، يحاول أن يمنحه أخطاء في حين كان يجب أن يقدم الأفضلية مثلا في لقطة محرز في الشوط الأول، أيضا يعني حاول إعطاء بعض المخالفات الوهمية للمنتخب الكاميروني. ألا تعتقد بأنه جاء من أجل مساندة الكاميرون في هذا اللقاء؟ مساند الكاميرون لا، ولكن كان 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 فيسيو بزاف، كان لي كوفون بزاف، وكان نظن بلي عنده علم حتى باللاعبين اللي عندهم دي كارتون. لو كان بالعمري مثلا او اللاعبين اللي عندهم كارتون ما يقدروش يلعبوا، لو كانوا تدخلوا ولو كان نوعا ما بقوه كان يعطيهم كارتون. راك شفت بالسبعيني راجا لاتوش عطالو ان كارتون ومنعوه من الحضور في المقابله القادمه. حتى بالناصر نظن بلي حتى لافوت اللي دارها ان فوت ما تستاهلش الكارتون، حتى اذا كانت حتى ولو كانت فوت مانيش عارفين الا كانت فوت ولا ما كانتش، ولكن ما تستاهلش كارتون. لذلك عنده علم مسبق بالكثير. كاين شيء اخر سمعت بالماضي في الندوه الصحفيه هضر على فاي نظن بلي كان عنده كارتون، كان كوندا اليوم كارتون كان يقدر ما يلعبش المقابله القادمه، ودار اخطاء كثيره كانت تستلزم كارتون وما عطالوش. لذلك لازم نفهموا من الامر هذا بلي الحكم كان فيسيو لدرجه كبيره، ولولا وجود الفار خاصه في لي زور جو في اللقطات المؤثره نظن بلي كان قادر هو المصادر المباراه قادر يبدل المباراه. الهدف اللي سجلناه الحكم ما حبش يطلع للصاله، غادي يستنى في الفار، غادي يستنى انت بيغيره ما فهمتش، حب يخلق مشكل حوالي واحد يقول لك 10 15 ثانيه باسكو لاربيتر غير يتمارك البيت يدير سيرفي في الشيء، ولكن على العموم ما عطاش ضربه جزاء، ما عطاهمش هدف، يعني نقول باللي
كان كما قال محمد كان خبيث كروي. كروي الحاكم هذا كانت عنده ربما مهمه في راسه اليوم لو كان ما كاش الفار لو كان دار جرائم نورمال عادي ما كاش اللي حاسبه والله والله غير كان يدير جرائم لانه الفار ما يقدرش يصحح له. اليوم كما قال عمور كان خبيث وفيسيو اللقطات وين يقدر يدخل الفار ما يقدرش يرتكب اخطاء كبيره ركله جزاء طرد تغيير لون البطاقه لورجو هذه الامور ما كانش يدخل فيهم لكن صغائر الامور كان يدخل فيهم كان حيلي في لي كوفرون في لي توش في لي كورنر شفنا لي ديجاجها بالعملي ضربها في شوكو ميدو حتى ميدو اسمع شويه اسمع شويه خرج منها تسيف لا كورنر ميدو حتى في البيناتي في الفار هو اللي يحكم ماشي الفار لا لا لما يعود الفار وتعاود شفناها المقابلة تاع بطولة تاع ايطاليا تذكر محمد هضرنا عليها انا ولكن في اغلب الحالات الحكم يعني يتردد يتاثر كثيرا بحكام الفار انا تكلمت مع زكريني كلمني لا هو اللي قرر اوكي الحكم هو اللي قرر ماشي الفار ولكن اسمح لي محمد لو يمنح ضرب الجزاء نتحدثوا قاسي سعيد حتى يفهمنا الجمهور لو الحكم مثلا يمنح ضربه الجزاء وفي غرفة الفار يناديوا له ويقولوا له لازم تشوف تعال عاود شاهد اللقطة لأننا احنا رانا نشوفوا بلي ما فيش لقطة جزاء لقطة ضربة جزاء في غالب الأحيان الحكم لما يشوف اللقطة يلغي ضربة الجزاء إذا ما كان يعني يتأثر بحكام الفار ولكن نزيد حاجة حتى الفريق تاعنا اللاعبين تاعنا خاصة في الناحية الدفاعية ما عطينالوش فرصة فرصة باش يصفر ضربة جزاء أو شيء هذا هو الذكاء اللي كنا نتكلموا عليه الذكاء التكتيكي دوزيام متر ما خلاوش مام حتى اللي كوفرون قراب ما درناش دي فوت فرحة كبيرة عامة اليوم كل أرجاء الجزائر الفرحة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب الجزائريون كانوا سعداء للغاية بهذا الفوز الباهر وتحية احترام كبيرة نوجهها لكل الأنصار الذين تنقلوا إلى دول الكاميرونية من مختلف أنحاء العالم تقاطرت الجماهير الجزائرية على مدينة دوالا التي تم احتلالها بنجاح اليوم من طرف الجماهير الجزائرية بالماضي حي الجمهور في نهاية المباراة وقال بأننا من البلدان النادرة في العالم التي تحوز على مثل هؤلاء الأنصار الذين يأتون من القارات الخمس من أجل تشجيع منتخب اسمهم الجزائر بالمناسبة كل الأنصار الذين تنقلوا إلى دوار الكاميرونية سيكون لهم نصيب أو كرسي محفوظ في مباراة العودة نعم هذا شيء جميل وأقل ما يمكن أن نكافئ به هؤلاء الأنصار شاهدنا اتحاديات كرة قدم تكرم الأنصار الذين يتنقلون معها في قطر أعطوا لهم حوافز مالية من أجل التنقل مع الفريق إلى الخارج حتى بالماضي في الندوة الصحفية لو تابعتهم جيدا الندوة في أول سؤال كان حول الأنصار قالهم أوني لان دي غار بيي أو موند سيسني با لو سول بيي أو موند كي أورغانيز هاد لي ديبلاسمون دون دي ماتش بارا يعني لا. حوالي 2500 مناصر تنقلوا من الجزائر إلى دوالا بالإضافة إلى الأنصار الآخرين هذه هنا في الجزائر نعم هذه لقطات من هنا من الجزائر قلت من مختلف الولايات الأنصار ساندوا المنتخب و الفرحة كانت لا توصف بهذا الانتصار الباهر مازال شوط آخر في البوليدة ونختم المهمة عرفت المقابلة تاع العودة قلت لك مازال شوط آخر في البوليدة وتخطط قلت لك احنا مازال ما تأهلناش كما تكلمنا مازال ما تأهلناش ولكن خطينا خطوة كبيرة نعم خطوة كبيرة للتأهل للمونديال والأنصار سيكون لهم دور كبير في البوليدة يعني. لا شوف أنصار في البوليدة وأنصار في قطر نظن باللي قطر بلك فوق قطر ذميل مام لبي محمد 40 مليون شو ما كاش أنصار كيما الجزائر ما كاش مازال مشتم من لا أنا شوف في جابهم اليوم كان عندهم أثر إيجابي للأنصار وجودهم ضبلي كان عندهم أثر إيجابي يعني تشوف مناصرين 1000 ولا 1500 في المدرجات يعطيك حافز معنوي أكثر يعني كانوا لو تقارن بين كاس إفريقيا والمقابلة هذه اختلاف كبير في الظروف اللي عاشها المنتخب الجزائري في كاس إفريقيا والظروف اللي كانت في اليوم في جابوما يوم أنصار لعبوا دور مهم وراح يلعبوا دور أكثر من مهم في المقابلة في العودة في بليدة الشيء الملاحظ نعم. فقط كيفاش راح نلعب نبدأ المقابلة